فريق كبير وفريق بتنافس على جميع البطولات في الموسم، كل مباراة ليك تبقى مباراة كاس. ليه نستنى نزنق نفسنا في اخر السيزون عشان الدوري؟ ليه نستنى نفسنا لما نروح نلعب ارتا سولار هناك على ملعبهم ونرجع نلعب مرة تانية هنا ونكون عايزين نعمل الكامباك ونعملها بالصعوبة؟ بيبقى في ايدينا ان احنا نكسب، وفي ايدينا ان احنا نقدم مستوى طيب يليق بنادي الزمالك، وفي ايدينا ان احنا باقل مجهود ممكن نخلص مباريات كتير. ولكن غفوة او غفوات في المباراة بتقلب النتيجة مرة تانية. فرسالة لعيبة الزمالك، نركز. شهر 11 شهر 12 شهرين هما الفيصل في الموسم. هتلعب تقريبا 3 او 4 ماتشات كونفدرالية، هتلعب نص نهائي الكاس، ولو ربنا اذن ان شاء الله وتقدر تعدي تلعب النهائي، وعندك حوالي مش اقل من 5 6 7 مباريات في الدوري الممتاز، وتقريبا ما عندكش الرفاهيه ولا الاوبشن انك تخسر نقطه كمان. انت بطل وعايز تنافس، حتى الان امر مش كويس في بدايه الدوري، لان انت فريق كبير بحجم نادي الزمالك. على الاقل كنا ناخد 13 نقطه من 15، ولكن لازم نساند اللعيبه وندعم الفريق لاهميه الفوز، انه كمان هيكون قبل مباراه في غايه الاهميه زي ما كنت بتقول. وفوز بكره هيمنح اللعيبه والجهاز الفني ثقه كبيره جدا ومعنويات عاليه قبل مباراه الكاس، لان الحقيقه يعني الجهاز الفني معنوياته هتكبر وهتعلى مع الفوز في مباراه بكره. خساره الماتش اللي فات ما كانتش متوقعه تماما. نادي الزمالك نزل المباراه كان بيأدي اداء كويس، نزل لعب المباراة اللي فاتت أم إمبي كان بيأدي أداء كويس جدا جدا جدا، ولكن بعض الغفوات خلتك بقية المباراة تخرج. دخل فيك هدف، ضغطت، قدرت ترد رد سريع، ما ركزتش، عندك أخطاء في الحتة الدفاعية. فلما ما تركز، أنت فريق كبير، الفرقة اللي قدامك هتكون نفسها بس توصل خط ال 18. أوفر كورنر سرحت، ايا كان خطا دفاعي مش عايز اتكلم فيه كتير، وكان واضح وصريح، دخل فيك جول كلفك تخسر 3 نقاط كانوا في ايدك. 3 نقاط كانوا في ايد نادي الزمالك المباراه اللي فاتت وقبل كده. مش عايز ارمي اكيد المباريات اللي قبلها التعادل، مش عايز ارمي اعلق شماعه الخساره على التحكيم، ولكن نادي الزمالك اتظلم، اتظلم على الورقه والقلم، اتظلم. كل خبراء التحكيميين قالوا ان نادي الزمالك اتظلم في مباراة المقاولين بالتحديد، ولكن انت برضو اللي اديت فرصة انك تتظلم. انت ضيعت، وكان فيه في اخر الماتش رعونة في الاداء، اخر 10 دقايق تقريبا خلتك تديهم ادفانتج او تديهم الصلاحية ان هم يلعبوا عليك كورنر، وكورنر ايا كان صح او لا، ويدخل فيك جول في اخر ثانية، خسرت نقطتين مهمين. فانا دلوقتي لو بتكلم ان انت عندك تقريبا كنت المفروض تاخد حوالي 13 نقطه من ال 15 نقطه دول، لانه مباريات الدوري البدايات دايما بتفرق، والبدايات بتبقى في غايه الاهميه. فاتمنى من جمهور نادي الزمالك انه يساند فريق نادي الزمالك، اتمنى من اللعيبه انها تركز بشكل ما يقلش عن اي مباراه كاس. كل مباريات الدوري مباريات كبيرة. هتلاعب بكرة زد، هنقول ان زد فريق لسه طالع؟ لا، زد عمل نتائج كويسة ومحترمة وعنده أداء قوي ومحترم. فبعد إذنكم ركزوا، جمهور الزمالك هيفضل يدعمكم، جمهور الزمالك دايما في ظهركم وهو عارف واجبه ودوره، وبكرة إن شاء الله في الاستاد هنكون موجودين وهنشوف جمهور الزمالك بيساند ويدعم فرقته إزاي.